بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. أيها الحضور الكريم، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. جزاكم الله خيرا على هذه الدعوة الكريمة من هذا المسجد المبارك من هذه البلدة الطيبة. أسأل الله عز وجل أن يحفظكم جميعا من كل بلاء، وأن ييسر أموركم ويحقق آمالكم. عنوان الدرس: براءة الإنسان. كلنا مطالب بتحقيق البراءة، كلنا مطالب بالاجتهاد من أجل تحقيق هذه البراءة، فتنتهي حياته بخير، وكلنا إلى الموت سائر، كلنا إلى ذلك المصير، وتنتهي حياتنا بشهيق أو زفير. والإخوة الكرام، هذه الحياة مؤقتة، هي حياة قصيرة ولو طالت، هي أقصر من أن نقصرها. الحياة قصيرة بزاف، ولا ندري متى نودع هذه الحياة، لا ندري متى النهاية لتبدأ رحلة الخلود. الناس تسافر في الدنيا هذه، يسافروا ويرجعوا، ولكن كان السفر ذهاب بلا رجوع. وربي قال: ولكل أجل كتاب. وربي قال في آخر ما أنزل في القرآن الكريم، الآية 281 من سورة البقرة: واتقوا يوما ترجعون فيه إلى الله ثم توفى كل نفس ما كسبت وهم لا يظلمون. إذن هذه الحياة، الآية في الحقيقة هي منهاج حياة. اللي يفكر في هذه الآية وحدها برك، الآية الأخيرة اللي نزلت على النبي عليه الصلاة والسلام هي هذه الآية: واتقوا يوما. إذن احنا عايشين في الحياة، ولكن على بالنا ينتظرنا ذلك اليوم اللي نروح فيه، نرحلوا من هذه الحياة وتبدأ رحلة الخلود. ربي في أواخر سورة الزمر من الآية 73 وما بعدها قال: وسيق الذين اتقوا ربهم إلى الجنة زمرا. يلي راهم يتعاونوا في الدنيا، يتعاونوا على الخير، يتعاونوا على الخير، يتعاونوا على الصلاح. من القرآن كاين آيات وين ربي سبحانه يقول ديروا الخير، ما قالش طبيعة الخير، قال الخير، ديروا الخير، كما في سورة الحج الآية 77: وافعلوا الخير لعلكم تفلحون. ديروا الخير يلا. وكل واحد وين راحت الهمة نتاعو، كان اللي يعاون المرضى، كان اللي يعاون الفقراء والمساكين، كان اللي يوقف بجنب الأرامل واليتامى، كان اللي يبني الجوامع، كان اللي يدير الصلاح، كان اللي يخدم المجتمع، كان اللي يدير تعليم يعلم الناس إلى آخره. هذا كله خير، كلمة الخير جامعة. واتقوا، وكذلك أحيانا ربي يقول العمل الصالح، كما في سورة الكهف الآية 110 آخر آية في السورة: فمن كان يرجو لقاء ربه فليعمل عملا صالحا. ربي ما قالش واش من العمل الصالح، خطر كل ميسر لما خلق له. هكذا نحن هنا في المسجد مثلا، في أي مكان، كل واحد عنده هذيك الهمة، والقلب يسبق البدن. أنديز ورولي التباعث ضار، القلوب تسبق الأبدان. وين حبيت تروح؟ الرجلين وسيلة نقل، ولكن القرار كي يكون على مستوى القلب والعقل خلاص.
تروح. لذلك ربي سبحانه قال فمن كان يرجو لقاء ربه فليعمل، ما قالش يريح، قال فليعمل يخدم، فليعمل عملا صالحا ولا يشرك بعبادة ربه أحدا، يخدموا الوجه ربي. ثم الضمانة، الضمانة، قل إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين. لذلك إخواني الكرام نحن مطالبون باش نحقق البراءة في هذه الدنيا اللي نعيشوها، قصيرة متوسطة طويلة، يا درى هل يصدر حكم البراءة ولا ربي يصدر؟ يلا باختصار، ما لا يدرك كله لا يترك جله. ما هي أدلة الإثبات؟ بمعنى كيف نثبت براءتنا؟ ما هي الحجج والبراهين التي نقدمها تحقيقا لبراءتنا؟ منها نبدأ برقم واحد، نؤمن بربي مليح، إيمان صحيح، خاطر هذاك هو الصح المنطلق. ربي قال مثلا في سورة البقرة الآية 255 آية الكرسي، الله لا إله إلا هو. خطر كل واحد يروح له طريق ما يعرفش ربي، مشكلة كبيرة. كاين الناس في هذا الكون اللي يعرفوا بزاف أمور في العلوم، في المعارف، في القراية، في الحرف، بسم الله ما شاء الله، ربي ما يعرفوش، يغيظونا. ننطلق من منطلق أنه إحنا كامل ننتمي إلى الأسرة البشرية، لحديث النبي عليه الصلاة والسلام كلكم لآدم وآدم من تراب. إذن اللي يجمعنا مع كل البشر هذه، ننتمي إلى الأسرة البشرية، إلى هذه الآدمية. والآدم بني آدم كرمهم ربنا عز وجل، وكرامتهم في آدميتهم كما في سورة الإسراء الآية رقم 70، ربنا يقول ولقد كرمنا بني آدم. إذن هذه الكرامة أعطاها ربي لكل البشر، بل البشر أرقى الموجودات، سخرت للإنسان باقي الموجودات من جمادات وأشجار ونباتات وحيوانات وطيور، كل شيء مسخر لهذا الإنسان، وهذه من نعم الله التي لا نحصيها عدادا. ربي سبحانه سخر كل شيء، ترفد حجرة تأخذ لك الراية ديرها وين حبيت، غرس الشجرة غرسها وين حبيت، هذه كلها نعم، هذه سخرت لنا نحن بني آدم. ولكن سمحوا لي، هذا الإنسان المكلف لازم يجتهد باش يعرف ربي. نعود نقول أنه إذا كان الإنسان يعرف كل شيء ما يعرفش ربي، ولا غير نحزن عليه بزاف، ما يعرفش ربي ويعيش في الدنيا هذه، يعيش 60 70 100 أم بعد يروح، أو كيف يفريها العمر، حياة دار القرار اللي هي ماشي هنا، هذه عابر سبيل. الحياة أو الدنيا دار ممر، والآخرة دار مقر. إذا أدركنا هذه عقلا من ناحية العقلية لابد أن نعمل. أو سمعت الآيات فمن كان يرجو لقاء ربه، هذاك المؤمن هو اللي يرجو لقاء ربي، الآخر يقول لك لا ما كانش، يقول لك الدنيا هذه عيشها والسلام، وما الدنيا إلا طعام وشراب ومنام، فإن فاتك هذا فعلى الدنيا السلام. طبعا ربي يهدينا ويهدي ما خلق، ما مشي هذه الدنيا خطأ، خطأ. يا خادم الجسم كم تسعى لخدمته، أتطلب النفع ممن فيه خسران،
أقبل على النفس واستكمل فضائلها فأنت بالروح لا بالجسم إنسان. إلى أن يقول وامدد يديك بالله معتصما فإنه الركن إن خانتك أركانه. إذن هذه البراءة تبدأ الحجة الأولى والدليل الأول هو هذا توحيد ربي سبحانه، ربي واحد، ربي يون أرسي الشري. الآيات كثيرة، آية الكرسي آية 255 سورة البقرة، الله لا إله إلا هو الحي القيوم إلى آخرها. بعدها مباشرة الآية 256 ربي قال لا إكراه في الدين، لا إكراه في الدين قد تبين الرشد من الغي. من بعد فمن يكفر بالطاغوت ويؤمن بالله. النتيجة حلوة بزاف، فقد استمسك بالعروة الوثقى لا انفصام لها. هذا سلك اللي كفر بالطاغوت كل ما عدا الله وزيد يؤمن بربي سبحانه وحده يا سعد. هو النتيجة في الآية نفسها، فقد استمسك بالعروة الوثقى لا انفصام لها. وهذه هو الأصل الأصيل الذي جاء به الأنبياء والمرسلون، كما في سورة الأنبياء الآية 25 وما أرسلنا من قبلك من رسول إلا نوحي إليه أنه لا إله إلا أنا فاعبدون. الآية هذه واضحة، يعني ربي يقول في الآية هذه كل الأنبياء والمرسلين اللي بعثهم ربي سبحانه للبشرية لأقوامهم قالهم ربي واحد. ثم يأتي القرآن ويوضح هذه المسألة بكل دقة بعمق، والآيات كثيرة واضحة. إذن يا ربي الحمد لله، يا أخي ربي واحد الحمد لله. من بعد والإسلام هذا اللي بعث وارتضاه الله لنا دينا هو اللي بغاه، قال اتبعوا الإسلام تسلكوا بخير وعلى خير. الدليل في سورة المائدة الآية الثانية، ربي سبحانه كيقول في القرآن يقول اليوم أكملت لكم دينكم، اكتمل الدين. قبل ذلك اليوم يئس الذين كفروا من دينكم فلا تخشوهم واخشون، اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا. سبحان الله، آية عجيبة. اليوم اكتمل، وطبعا في تفسير عميق في هذه الآية خاصة كنا نربطها بالآية الأولى، يوم يئس الذين كفروا من دينكم. كل كلمة لها دلالات عميقة. بعدين يقول اليوم أكملت لكم دينكم، الدين قد اكتمل، اكتمل على أربع مستويات: المستوى العقدي الإيماني الأول، المستوى الثاني المستوى التعبدي مجال العبادات، المستوى الثالث مجال المعاملات التي بها نعمر هذه الحياة، المجال الآخر رقم أربعة مجال السلوك الأخلاق مجال التربوي. اكتمل. بعدين ربي ختمها قال ورضيت لكم الإسلام دينا. إذن ربي سبحانه خيرنا هذا الدين باش نسلكوا بخير وعلى خير. وربي قال يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. علاش كيجي واحد يعني في الاحتضار النبي عليه الصلاة والسلام رشدنا وجهنا قال لك باش نلقنه الشهادة. وعلى بالكم هذه عندها بزاف مقاصد. واحد قريب يموت اللي دايرين به اللي حاضرين يقول لا إله إلا الله محمد رسول الله، إما ينطقها بلسانه ممكن هذاك الإنسان ينطقها، وإلا إلا ما قدرش. على بالكم هذاك اللحظات وعرة وعرة، لحظات هذيك وعرة بزاف، في قلبه يحس بأنه مسلم ويا سعده يقول يا ربي الحمد لله أنا طبقت أمر الله عز وجل، قال ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون.
أنا مسلم ويرتاح وإن شاء الله ينطق بها، إذا ما قدرش بلسانه ينطق بها بقلبه، يستحضرها بقلبه. إذن يا أخوتي الله يحفظكم جميعا، إن شاء الله الخاتمة تعالى تكون خاتمة حسنة ونموت على الإيمان والإسلام. هذا الدليل الأول. مازال دليل ثاني، نقدموا مجموعة أدلة إثبات باش نجيبوا البراءة. دليل واحد آخر، أنه هذا الإسلام عنده أوامر وعنده نواهي. نجتهدوا أيضا، نجتهدوا. ربي قال في سورة الجاثية الآية 18: ثم جعلناك على شريعة من الأمر فاتبعها ولا تتبع أهواء الذين لا يعلمون. يلا، مهما ارتقت علوم العلماء ولو بلغوا شأوا سامقا، ربنا يقول في حق هؤلاء جميعا وفي حق الناس جميعا: وما أوتيتم من العلم إلا قليلا. وما أوتيتم العلم إلا قليلا. ما يجيش واحد بقرايته بالعلوم اللي عنده يخرج طريق يقول لك لا كل شيء نثبتوه. يا ولدي، هناك نقل وهناك عقل، هناك وحي، هناك علم، وهذا الوحي هو الذي يرشدك، يقول لك روح تقرأ بلا حدود، قرأ كل شيء واش تقدر. أول العمر نتاعك قصير، يلا أقرأ علم الفلك، أقرأ علم الجيولوجيا طبقة الأرض، اقرأ كل العلوم، علوم الشريعة، علوم النفس، علم الاجتماع، أقرأ واش حبيت، فقط اجتهد أن هذه العلوم تربطك بربي، كما قال ربي في سورة فصلت الآية 53: سنريهم آياتنا في الآفاق وفي أنفسهم حتى يتبين لهم أنه الحق. إذن ربنا عز وجل، شوف كيفاش درنا هذا العلم سبب باش نعرفوا ربي ونمنوا به ونوحدوا إلى آخره. سنريهم آياتنا في الآفاق، وآيات كثيرة في سورة ياسين الآية 36: سبحان الذي خلق الأزواج كلها مما تنبت الأرض ومن أنفسهم ومما لا يعلمون. ويبقى الإعجاز القرآني قائما إلى أبد الآبدين. ومما لا يعلمون، مهما اكتشف الإنسان هذه الزوجية المبثوثة في الكون، مهما ارتقى وعلى، يبقى دائما ومما لا يعلمون. الله يرحم الشافعي قال: كلما ازددت علما ازددت علما بجهلي. إذن يا إخواني الكرام، هذه نتاع التكاليف الشرعية، لازم ربي قال صلي صلي، أقيموا الصلاة، وآتوا الزكاة، سورة البقرة، سورة المعارج: والذين في أموالهم حق معلوم للسائل والمحروم، 24-25 سورة المعارج إلى آخره. هذه كلها راهي شريعة، والشريعة هذه تضبط حركة حياتنا من البطن إلى البطن، من بطن الأم حتى بطن الأرض، بالمختصر المفيد. أو كي كنا في بطن الأمهات، الشريعة ما خلتناش تخاطب الأمهات، وين كاين تخفيفات كاين تخفيفات للأم وكذا شرعية، وين كاين كذا إلى آخره. إذا مات الوالد، والد هذا الجنين هو عنده حقه في الميراث. على فكرة هذا الأمر لا مثيل له في جميع فلسفات وحضارات الإنسان عبر التاريخ، ولكن في الدين تاعنا كاين. الإنسان مات وخلى جنين في بطن زوجته، هذاك الجنين يورث، يورث بوفق قواعد الميراث بالتقدير. إذن حبيت نقولوا كي يزيد عنده الشريعة ترافقه، من بعد كي يبدأ يكبر شوية شوية، مرحلة ما قبل التمييز، انعدام التمييز، مرحلة التمييز إلى آخر الرشد، أحكام فقهية شرعية ترافق هذا الإنسان. إذا كان يتيم: فإن أنستم منهم رشدا فادفعوا إليهم أموالهم. لا فيد الروت، يعني هذاك الخريطة واضحة ترافق الإنسان في جميع المجالات. راح يدير تجارة وربي راح يقول له عص روحك بعد الربا، الآية 275 من سورة البقرة: وأحل الله البيع وحرم الربا، سقم روحك.
بغى يدير أسرة يلا روح الآية 19 والآية 21 من سورة النساء وأخذنا منكم ميثاقا غليظا زيد باش تعرف تتعامل مع زوجتك وأهلك وكذا خليك من المشاكل. هاي الآية 21 من سورة الروم ومن آياته إن خلق لكم من أنفسكم أزواجا لتسكنوا إليها إلى آخره وجعل بينكم مودة ورحمة إن في ذلك لآيات لقوم يتفكرون. وين حبيت تروح وين حبيت تروح تلقى تقرأ اقرأ اقرأ باسم ربك أو ما تقرأش في بري برك اقرأ باسم ربك اربطها. إذا اتصل العلم بالله عمر وإذا انفصل العلم عن الله دمر. لازم يكون هك اقرأ باسم ربك ما تقولش نقرأ هكذا برك أم بعد وراك رايح وين تقدر توصل يعني. لذلك كان بزاف اللي يقرأ 50 سنة ويقرأ راه غير في الشرك وفي الكفريات وفي الإلحاد. النهار اللي تبع هذا المنهج القرآني وصل ولا دخل الإسلام يقول لا إله إلا الله محمد رسول الله وأقطاب جبال من العلم اللي راهي دخلت الإسلام من أوسع الأبواب. لأنه الآية اللي سمعناها في سورة فصلت الآية 53 سنريهم آياتنا في الآفاق وفي أنفسهم حتى يتبين لهم أنه الحق. وبعدين باش نحقوا أيضا براءتنا عندنا واجبات واجبات والتزامات ونعطيكم قاعدة تستغرق كل شيء. تتعدد الواجبات بتعدد الانتماءات. خلاص يكفى ووال دايب. هذه العبارة تلخص كل شيء. تتعدد الواجبات بتعدد الانتماءات. واحد ينتمي إلى أسرة عندك واجبات عندنا واجبات مع الوالدين مع الأولاد مع الأهل كذا إلى آخره تو واجبات ولا لا لا. علاش قال النبي صلى الله عليه وسلم كفى بالمرء إثما أن يضيع من يعول في رواية من يقوت. يلي يضيع الأسرة نتاعه وكيف تقول نصلي ونصوم والحج أم بعد وهذه سيدي موديول يعني هذه مواد. هنا عندك 10 10 هنا عندك 8 هنا عندك 0 هنا عندك صافي. الإنسان يجتهد تعدد هذه الواجبات داخل الأسرة. الوالدين ربي قال حذاري ولا تقل لهم أف عص روحك وقضى ربك ألا تعبدوا إلا إياه وبالوالدين إحسانا ما تغفلش. الوالدين أيضا أنتم ربي هضر معكم أيضا يوصيكم الله في أولادكم أيضا. يا الوالدين عندكم واجبات تجاه الأولاد واجبات معنوية واجبات مادية. والنبي صلى الله عليه وسلم قال اتقوا الله خافوا ربي يهضر مع الوالدين قالوا خافوا ربي ديروا العدل عدلوا يعني ما ظلموش أولادكم ماشي هذا تعطيلوا هذا تنحلوا وتدير مشاكل. إذن أشوف التوازن هذا دخل الأسرة. نروح للجوار إيه أيضا عندنا واجبات مع الجيران. الشريعة تعنا سبحان الله والله لا شريعة لطيفة جدا والإنسان يكون يعيش 10 قرون ويقرأ فيها يتمتع ما يلحقش باش يعني يستوعب مقاصدها يستوعب عمق نتاعها. شيء جميل جدا كلما اجتمعت العلوم والخبرات والتجارب وكذا يعني كنوز لا نحصيها عددا. إذن الشريعة هذه راهي تقول عس روحك مع الجيران وعندك التزامات عندك واجبات. ما زال جبريل يوصيني بالجار حتى ظننت أنه سيورثه هذا كلام النبي صلى الله عليه وسلم. زيد في حركتنا في المجتمع الكلمة نقولها ربي يستر كلمة يا ترفعنا يا تهبطنا يا الكلمة تجيبنا حسنات يجيبنا ذنوب وسيئات. ربي اللي قال في سورة قاف الآية 18 قال ما يلفظ من قول إلا لديه رقيب عتيد. وتجي آية أخرى تقول وقولوا للناس حسنا وتجي آيات كما في سورة إبراهيم الآية 24 إلى آخر إلى الآية 27 ألم تر كيف ضرب الله مثلا كلمة طيبة كشجرة طيبة أصلها ثابت وفرعها في السماء
يوم بعد توتي أكلها كل حين بإذن ربها ومثل كلمة خبيثة كشجرة خبيثة اجتثت من فوق الأرض ما لها من قرار يثبت الله الذين آمنوا بالقول الثابت في الحياة الدنيا وفي الآخرة ويظل الله الظالمين ويفعل الله ما يشاء. والحديث اللي هي السنة اللي راهي تمشي مع القرآن، من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليقل خيرا أو ليصمت. شوف قيمة الكلمة، ممكن تكون تجيب حسنات ممكن تجيب سيئات. الكلمة تعمر أو تدمر، الكلمة تبني ولا تهدم، الكلمة تجمع ولا تفرق، الكلمة قد ترفع وقد تضع. الكلمة واعرة بزاف، ماشي حاجة سهلة، والآيات كثيرة والأحاديث كثيرة. إذن هذه كلها باش تجيبوا البراءة، ما ننساوش البراءة تاعنا، لأنه خطر ممكن الإنسان يدير حسنات كثيرة، صلاة وصيام وحج وعمرة، ولكن الجهة أخرى يا لطيف غير سيئة توم أوكيفة يا أخي يوم القيامة الميزان، علاش يروح التعب نتاعو باطل؟ البراءة هذه سهلة وواعرة في الوقت نفسه. نخرجوا المجال المعاملات كما قلنا قبل حين، المعاملات اللي في السوق في الطريق في في في, في الإدارة في مواقع الدراسة مواطن الدراسة والتدريس والمستشفى في كل مكان. الشريعة راهي معانا من أجل تحقيق براءتنا. أيضا إلى أن نودع هذه الحياة، نهار اللي يجي الأجل ربي قال أينما تكون يدرككم الموت ولو كنتم في بروج مشيدة، هذا الموت تجيكم قاع كما راكم. ولكن يا سعد اللي حقق البراءة نتاعو أو اجتهد بقدر المستطاع مع نفسه مع أسرته مع المجتمع نتاعو مع الخدامين نتاعو، أو خدام يقدر يدير لك مشكل في الآخرة. النبي صلى الله عليه وسلم قال أعطوا الأجر أجره قبل أن يجف عرقه، ما كاينش حديث كيما هذا كاع. فكاسي وخدام الحقيس قبل تسكوثي فيس، تعطيله حقه قبل ما يجف العرق نتاعو، وإلا سيطالبك بحقه بحقه. ولكن هناك وفي الأخير ربي سبحانه قال يوم لا ينفع مال ولا بنون إلا من أتى الله بقلب سليم. في الدنيا ينفع بعضنا بعضا في العائلة والأقارب والأرحام إلى آخره، ينفع بعضنا بعضا ونتعاون. ربي قال وتعاونوا على البر والتقوى، لأنه حتى العبادات لو كان ما نتعاونوش اليد في اليد ممكن واحد يفشل يعيا. المؤمن قوي بإخوانه والمؤمنة قوية بأخواته والكل يتقوى بغيره. وربي سبحانه باش يعطيها هدية لكل الناس الذين حققوا براءتهم، اجتهدوا تبعوا هذا الصراط وأن هذا صراطي مستقيما فاتبعوه ولا تتبعوا السبل فتفرق بكم عن سبيله، وحياته عمرها بالخير وفي الوقت نفسه كل شيء بالإخلاص لوجه الله، لأن الخلاص في الإخلاص. الآية 162 من سورة الأنعام قل إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين. هذا كنهار هذا كل الدوقاع البراءة ربي جعلنا منهم، يخاطبهم القرآن الكريم كما قريت بعض الآيات من أواخر سورة الزمر اللي قبلها هضرت على الآخرين، وسيق الذين كفروا إلى جهنم زمرا إلى آخر الآيات. ولكن من بعد كي جاء المؤمنين الأتقياء وسيق الذين اتقوا ربهم إلى الجنة زمرا حتى إذا جاءوها وفتحت أبوابها وقال لهم خزنتها سلام عليكم. بسم الله ما شاء الله، هذه كلمة السلام سمعناها في الدنيا إن شاء الله سمعوها هناك في دار الخلد. ربي سبحانه قال سلام عليكم طبتم فادخلوها خالدين. لافي اترنال حياة الأبدية، هو تفهمنا بلي الدنيا دار ممر والآخرة دار مقر. خالدين أهل الجنة كي يسمعوا كلمة خالدين لازم يفرحوا، ما يدخلوش الجنة 40 سنة وبعد يوليوا للدنيا، لا لا خلاص الدنيا
كي يسمعوا كلمة خالدين كلمة تفجر واحد الرحمة واحد السعادة في قلوب هؤلاء. وبعدين واش يقولوا؟ كما يحكي القرآن: الحمد لله الذي صدقنا وعده. وعد الله حق. الحمد لله الذي صدقنا وعده وأورثنا الأرض نتبوأ من الجنة حيث نشاء. بعدين ربي تفضلا واش قال؟ فنعم أجر العاملين. أين زرعت نغلث؟ اللي زرع الإنسان في الدنيا يجني في الآخرة. فنعم أجر العاملين. آخر آية في سورة الزمر: وترى الملائكة حافين من حول العرش يسبحون بحمد ربهم وقضي بينهم بالحق. تحققت البراءة وقضي بينهم بالحق وقيل الحمد لله رب العالمين. الحمد لله رب العالمين.